ده اللي بس مش على الموضوع مثلا اللي الطرفيه والاوقات كان نورمالمون الجمع العام غادي يتعرض على لو 5 اكتوبر، ولكن غادي تكون واحد المفاجاه يعني في هذا التاريخ او في الاسبوع ديال هذا التاريخ اللي هو انطلاق اشغال الاكاديميه ديال الفريق الوطني الفاسي اللي كنظن بان كل شيء كان في القطعه الارضيه فين هي اللي لوكاليزي ليكس كومبيك ديال الفريق الوطني الفاسي. لجنة الكتابة العامة السيد عامر والسيد عبد العزيز العمول والسيد دريس عباسي. لجنة أمانة المال تحت إشراف السيد إبراهيم سلاوي بمساعدة السيدة فدوى الويسي والسيدة سارة ناجحي. لجنة المراقبة المالية تحت إشراف السيد جعفر بن كيران والسيد عثمان المكزالي. اللجنة التنظيمية تحت إشراف السيد ناصر الصنهاجي والسيد سعد بن كيران. اللجنة القانونية تحت إشراف السيد حسن الصبار ومحمد غازي. اللجنة التقنية تحت إشراف السيد أحمد أقصبي. لجنة التواصل والإعلام تحت إشراف الناطق الرسمي السيد طه بوهلال والسيدة رباب العلاوي الشريفي، السيدة إكرام فنان، السيد سفيان أزهوال، السيد هيثم بن مبارك والسيد محسن سليم. كما نخبركم أيها الحضور الكريم أنه قد تم التعاقد مع شركة متخصصة في تطوير الاستراتيجية الرقمية للأندية الوطنية وهي شركة سامسونج. نادي لا تزيل الأحادي، في نظرك في شافة الجماهير يعني تزيل الأحادي في المكتب المسير بطبيعة الحال؟ وكذلك السؤال الثاني اللي بغيت نسول لك هو المنابع الاعلاميه بطبيعه الحال كانت غير راضيه من خلال المعامله اللي تعاملوا معنا، اكيد ما كنهضرش على اللجنه ديال الاعلام بطبيعه الحال هي دايره الدور ديالها، لربما ذاك المكان اللي دخلنا منه الصحفيين كي كنشوفوا منين غتكون المقابله مثلا ديال الماس وديال الوداد وكنعرفوا ذاك الباب كيدخلوا منها الجماهير يعني ديال الفريق اللي كيكون يعني خصم كيفاش غادي نديرو حنا كصحفيين ندخلو لداك الباب؟ هادي اولا يعني كيفاش غنديرو كصحفيين نلجو للملعب داك الباب؟ لان كنشوف لربما المقابله اللي دازت ما كانش الحضور ديال الجماهير ديال الشباب يعني السوالم الشيء اللي خلانا ندخلو بالطريقه اللي هي مريحه لربما، ولكن كنشوف المقابله الجايه كيفاش غندخلو حنا كصحفيين للملعب. هادي من جهه. سؤال ثاني، سؤال ثالث السيد الرئيس هو كنعرفو لي زيكيب كيتبعو يعني الجماهير ديالهم وكيلبيو الطلبات والرغبات ديالهم، شفتوا الجماهير نادات بضروره يعني هيكله المكتب، في نظركم شنو هي الخطوات اللي غديروها من اجل الاستجابه لمطالب الجماهير؟ هي اللي دابا هاد الناس اللي كتبنا دابا واش حنا كنضحكوا على الناس؟ هاد الناس راه كتبنا دابا يعني لا احد ديال اللي مكلف باللجنه الماليه اللي مكلف باللجنه التقنيه اللي مكلف باللجنه القانونيه اللي الاستاذ الصبار كان حكينا يعني غني عن التعريف في المدينه يعني هيكله الفريق راه دارت اهم حاجه هو الفريق اليوم ما بقاش كيعيش داك يعني المأساة اللي كانوا كيعيشوا يعني فريق ما عندوش فلوس ترونسبور، فريق داير الاضراب، فريق هادي فريق هادي فريق هادي. المكتب المسؤوليه ديالو الاولى هي توفير بعدا الماديه ماذا باش ان الفريق هذا كذبوا على الله وكذبوا على ما كذبوش على الناس. اليوم فريق اي فريق كره القدم خصو الفلوس، هادشي ما يكذب عليا ما يكذبوا على حتى انا تقول بان الهيكله وان الهيكله متفقين معكم وحنا خدامين في هذا النطاق وعندنا اشخاص متواجدين اللي هما كيشتغلوا كل نهار وحنا لازم اننا نحيدوا هذه الفكره اننا الفريق كره الفاسي ماشي جمعيه، فريق جمعيه فريق كره الفاسي نظرا لما امر به السي فوزي القجع رئيس جامعه الملك المغربي لكره القدم كان واضح اي فريق لازم انه يتحول الى شركه باش يبقى يتسير بطريقه ديال الشركات اللي ايضا غادي تكون واحد التقديم ديال واحد رئيس منتدب اللي غادي يتكلم في الشركه ديال المغرب الفاسي اللي هو اللي غادي يكون لو سول اونيك ريبريزونتون. حنا
انا كرئيس غادي نكون، ولكن لازم ان ثاني نعطي وقت الاشغال ديالي تاع انا والعمل ديالي باش يكون هذا السيد هذا هو الوجه الحقيقي ديال الفريق المغربي الفاسي. الحمد لله بالنسبه فاش بديت الكلام ديالي اعتذرت الكلمه قلت لكم كنعتذروا على ما وقع في المقابله الاولى، وبان الغلط وارد، وبان احنا كنا ديك الساعات مشغولين مع تاهيل لاعبين او مع اشياء مهمه اكثر من المداخل ديال التيران. حنا هذا الماتش مقابله الاخت اكرام تكلمات على عطات بطاقه سنويه ياك اكرام خصيصا لان كله باش كل واحد يعني اللي انه هذا، وكنتمنى وكنطلب منكم الله يخليكم نحاول ايفيديو يعني الوصول في الدقيقه الاخيره، واحد يجيب لك واحد ساعه ولا ساعه ونصف باش يبات مكان، ونتمنى ان يعني يكون حسن استقبال وتكون يعني الدخول ديالكم يكون يعني احسن يعني لهذا. لا ما كاينش فريق واحد غادي يبغي ان الاخوان الصحفيين او الصحفيات يدخلوا في واحد يعني في واحد الطريقه اللي هي غير انسانيه. حنا كان الغلط في الاول السنه تركنا الوضعيه في المقابله الاخرى مع سوالف، ومازال ان شاء الله حنا يعني في نقاشات ويعني الاقتراحات ديالكم قبوله. وحنا الحمد لله دائما يعني الفريق المغربي الفاسي حنا منفتحين على جميع الاقتراحات، ونتمناو ان شاء الله ان يعني المقابلات الاخرين يدوزوا يمروا احسن الطرق وانتهوا في ثلاثه نقاط. هذا هو الاهم. اولا قبل ما نطرح السؤال ديالي، احنا كجسم صحفي محلي هذا يمكن نعرف راسي صوفيا بن ميمون من المغرب العربي بريس، باغي فقتنا تزيد قدام وباغي نكون حنا نتوما تنجحوا مع الفريق. السؤال ديالي الاول، السيد الرئيس في لقاء الماس واسفي على من المفروض انه الفريق كيكون معتمد على خمسه لاعبين من فريق الامل، لكن هذا الشيء ما شفناش من بعد ما تحترت الفريق انه ينتدب اللاعبين ويجيبهم الماتش، فكيفاش ما كانوش لاعبين ديال الامل حاضرين؟ هذا السؤال الاول. طبعا كانوا جوج فقط، كان الحارس ودان وكان عاقلي. السؤال الثاني، ما بقاش العقيل امل ولا مع البريمير المهم السؤال التالي، اسماعيل جمعي هذه 4 سنوات وانت كتقوم بعده انتدابات للكثير منها في جلب، بغينا نعرفوا على من كتعتمدوا في جلب هؤلاء اللاعبين وشنو هما المعايير اللي كتاخذوها في جلب هاد اللاعبين. والسؤال الاخير هو انه ساكنه فاس والجمهور المغربي الرياضي الفاسي ما عمره غينسى المجالات ديال الصفحه الرسميه اللي تم الاختراق ديالها واللي كثرت عليها الكثير والعديد من الشوشره. طبعا قلتوا انكم تقدمتوا، طبعا بعد اقاويل ما كاينش بلاغ رسمي كيقول انكم تقدمتوا بشكايه، بعد البحث ديالنا الحمد لله فتوصلنا انه ما كاينش شكايه باسم المغرب الرياضي الفاسي بهذه الصفحه. ابو حتى كنطلبوا غير التوضيح. كذلك السي بكريماني دي في الكوبينيت انا نجاوبك على سليم لا هي كمل انا نجاوبك على السؤال. كذلك بغيت نعرف واش المكتب المسير ما تيجلسش مع شركه سونارجيز باش يحط لها النقاط اللي هو باغي، لان التنظيم هو تنظيم ديالنا انتم مسؤولين، كذلك مسؤولين على هذاك الجمهور اللي تيجي، فكيفاش الشركه اولا كتستقبل الجماهير بحده في المركب الرياضي بفاس، كتعامل مع رجال الاعلام بحده كذلك، كنشوفوا عده خروقات في التنظيمات، كنشوفوا تكلمتي قبيله وقلتي ان الماس الجمهور الماس ما تيشريش التذاكر ديالو او ربما كنشوفوا 20,000 وهي غير 7,000 او 70 او 7,000 يعني. فانا كنقول لك كاينه خمس كاينه انفيتاسيون انا قلت انا كنقول انه كاين انفيتاسيون اللي كيبيعوا الباص ازيد ما يقارب 15 مليون ديال الارباح، واش هذيك الانفيتاسيون شكون هاد الناس اللي تيجيو يتفرجوا وهما اصلا يعني. انا كنقول ان الجمهور اولى بهذاك الدعوات، علاش؟ لانه هو اللي تيعطي من الصحه ديالو، تيعطي من وقته، كيصافر انسان للجمهور ديالها ما صيفطو له الجمهور. لا كذا لا سمح لي، انت قلتي ان الجمهور ربما قلتي انه السي الرئيس الجمهور بعض الجماهير باش ما نعموش انها كتدخل بدون تدابير، لكن هذوك الناس اللي كيدخلوا بدعوات خاصه
ديالهم. واش هاد الناس تيعاونوا فريق المغرب ديال الفاسي؟ لان الجمهور تيعاون. واش هاد الناس عندهم شي اضافات؟ فانا كنتمنى انك تجاوبني على هذا السؤال. والله يجازيك وكذلك الله يجازيك بخير. السؤال الاخر وكذلك جماهير المغرب الفاسي فاش غادرات مدينه فاس ومشات مدينه الاسبي ما لقاتش التذاكر ديالها وما كانش نهائيا ما كانش تواصل مع الجمهور حتى كيوصل الجمهور وكيلقى ان التذاكر ما كاينش. Alors, on joue à la page de la page officielle. D'ailleurs, la page officielle, d'un chicaïa, وما غادي نشوفوا داك الصور. لا غير شي نهائيه ماشي نهائيه. هانجو هانجو خليها سوفيا. الاختراق كان طيب تيكون في صفحات ولا مواقع اللي عالميه. الاختراق وقع في لاباج اوفيسيال ديال مصر. دارت شكايه في الموضوع. تدخل ديال السي امين راغب اللي كان مشكور واللي وعدنا بان لاباج غادي ترجع في ذاك المده اللي وعدنا بها فهي رجعات. والشكايه دارت السلطات الامنيه مازال كتبحث في الموضوع ديال الاختراق. انا ما عرفتش زعما شنو هي الحاجه اللي يقدر يدير المكتب كثر انه يقدم شكايه وانه يسعى انه يرجع لاباج. دايوغ اننا نجحنا اننا نرجعوا لاباج كيقول التدخل ديال السي امين راغب. وبالنسبه باش نعرفوا شكون هو اللي اخترق لاباج راه الشكايه موضوعها هذه شهر عند الامن الوطني وهم هما تيفتحوا في الموضوع. ودايوغ انا مشيت عندهم تخوا فوا سي اسماعيل راه كان عندهم اليوم واشاك فوا زعما حنايا متبعين الدعوه واون فوا غادي يكون عندهم الجواب فحنا طبيعي الحال غادي نعلو عليه. زعما هذا هو الشك بالنسبه لاباج اوفيسيال. اول حاجه على لي جوار اسبوار معاك الحق. انا جو سوي تو كافي داكوغ. جي ايسيي دو سوكوي لا شوز اللي حنا كانت عندنا واحد الامل اننا نكاليفيو اللعابه جوسكا لو سامدي ماتان. وكنت نتمنى ان يعني تعطى فرصه للاعبين اللي كانوا قادرين بوتيتر يخوقوا المفاجاه. ولكن حنا كان يعني التركيبه البشريه للاعبين يعني السينيور ديال البريمير او لاعبين الامل هما يسو او سيرفيس دو لونترينور. اذا الى لونترينور اتخذ قرار انه ما يجيبهمش يعني انا ما يمكنش انا نختار العمل ديالي. انا راني رئيس انا ماشي مدرب او لا كندخل في مسائل التقنيه. انا كنا كاينين هناك انستاب تكنيك كيتصوتوا بكل الى اولا كيف كتعرفي واقيله وكنت متفائلي مع هذا. واش البطوله ديال لي زيسبوار بداو ما بداوش داروا اون سيونس ديال لونترينور يلاه قالوا اون سيونس جو بروميم باك. داك الوقت كانوا من راهو السي شاكي وجيا حدايا كيضحك. كان بداو لي زيسبوار ولا مازال كانوا مازال الدراري مازال ما عندهمش وقيله حتى يعني هذا كان باقي بصيفين قالوا كانوا باقي في الشارع كاع الوقت. اذا باش تجيب واحد اللاعب هكاك وتدخلو يعني في بريمير ايكيب ويدير غلط يقدر يخرجوا على الكاريير ديالو عاوتاني. حتى هذا اذا وباش نرجعوا للتذكره هنا بارازار جبت الساك ديالي بغيت اون ديشارج ديال البلديه 360 ورقه. طبعا هادو مساندين رسميين ديال الفريق الحمد لله البلديه عاونتنا بهذا. وهاد 300 ورقه راه هي الورقه ديال بلوز ماشي